تارك خجينا. شلون الصحه يا صحه زين ان شاء الله. من الصدريه انت لو خطار علي؟ لا خطار علي بس انا قديم بصريه. اي والله. شلون الاجواء؟ حلوه هنا الصدريه. حلوه. هي بس هي بغداد فقط. والله بس هي بغداد منطقه حلوه. هي والمتنبي بعد ماكو غيرها. زين. اي والله. اريد اشرب شاي صديقي ذاك. ايه صبرهم شاي. شاي ام ماصله. الله يحفظك ايه. والنعم منك. ايه. وضاح. خليجي هنا اخونا واقف ليش خليجي هنا؟ سولف لي ممنون يا زهر. سولف لي اليوم الناس حن لي بغداد القديمه الظاهر. اي بغداد حلوه قديمه اي حلوه. حياك الله. وناس كلهم فقره. زين. كلهم. كلها فقره. كلها رحمه سوى ما نعرفها الاحمر ولا الاخضر. وكلها صداقه. كلها صداقه وعلاقات. اي والله. هاي شدل على شنو؟ والله شدل على اخوتنا. اخوتنا. صحيح؟ اي يعني اليوم انت من يجيك ضيف هنا وتعزم له وتضيفه لازم تكون باجبه هذا الشيء هذا اي لازم تكون باجبه هاي من كرم العراق لا شلون لا شلون هاي العادات مو موجوده بباقي الدول بس لا بالعراق. بس بالعراق لان هم الكرم يعني بغداد هاي الكرم كلهم هاي احد السواحل الضيوف علينا صديق يقول انا استغربت من قضيه واحده شنو كلمه واصل؟ شنو يعني شنو واصل شنو معناها؟ قلت له واصل يعني فلوس قاعد تندفع. ايه. قال وعادي يعني يدفعون الواحد مثل عمره. اي عادي كلش طبيعي عادي كلش. الدنيا بعد بخير. العراق بعد ان شاء الله والعراق كله كرم. الله يحفظك. بس هي العالم شويه تعبان تعرف هاي خطيه. تعبوهم السياسيين. تعبوهم السياسيين. وهاي الناس تعبت خطيه. يا سلام نبغى توصل شيء اشوف هذا ابو الشاي انقار علي. يا العراق كله شاف واحد عينه. هذا شنو ذنبه خطيه عينه اللهم وفقه اي إيه والله ذاك يوم طلع والله باع علي الناس عك علي لا اي خطيه يعني مو عراق هو يعني مو عراق هو هو محسوب على العراق مو محسوب زين هسه احنا يجينا واحد نقول له ما نعطيك لو ما نوكلك والله مع الاسف هو العراق كله كرم هسه اي واحد يقول له عبد الغدا ما عبد الغدا 100 واحد يدفع لك صح الله يحفظك الله يديك اشكرك تعاونك ورحم الله يديكم مشكورين رحم الله يديكم